حياكم الله متابعين ومتابعات قناة تامراي. للتذكير، في سحب على جوال هواوي، اللي وده يدخل السحب يسجل إيميله تحت. هذه المليبو 2019 في الأوبشن، تغيرت من الجنب نفس الشيء، يعني السيارة نفسها لكن في تغييرات صغيرة خلت شكلها أحلى، زي اللمبات الخلفية هذه تغيرت. صرفية السيارة 14.2، الماكينة هذه تجي 2.0 لتر تيربو، دفع أمامي 2019 يجي فيها دخول ذكي بس في الأبواب الأمامية. شوف السيارة من جوا ما شاء الله، هذه تجي أوف وايت جوا، فيها شاشة كبيرة في الطبعاً بقى واضح، شاشة كبيرة هنا، الكراسي كلها أوتوماتيك ما شاء الله، والله حلوة، فيها بانوراما فوق. مواصفات هذه اكيد بتطلع احلى، فيها الدرج الكبير هذا، وفيها هنا فتحة الامبريلا مثل المايباخ، الواحد يحط امبريلا جوا هنا. هنا في كب هولدر، القزاز الامامي بس للسائق فول اوتو. هنا التحكم بالمرايات، فيها نقاط عمياء، وهنا قفل البيبان وحفظ وضعية الكرسي. هنا النور اوتو، هذا مثبت السرعة. هنا التحكم بالشاشة، فيها بلوتوث، تركسون جلد، اللمبات كلها LED، الكراسي حقتها اوف وايت، لونها مرة روعة صراحة، بس شكله من النوع اللي يتوسخ بسرعة. هنا في مخشب السيارة، هذا الهاند بريك الإلكتروني. هنا فيها تراكشن كنترول، وهنا باركينج سنسرز، وهذا الـ AUX و USB و تايب سي. هنا الظاهر في شيء الذاكرة أو الشريحة، في 12 فولت طبعا، تشغيل وصمة. والله حلو، عجبتني. شوف السيارة من الخلف، ما شاء الله، هذا وانا مرجع المرتبة تو. فيها مكيف خلفي، تحت فيها فيش 110 USB و12 فولت، وهذا شكل الطبلون من الخلف. قوية اللمبات LED هذه، معطية شكل السيارة خاصة انها اوف وايت. هنا في تكاية في النص، فيها 2 كب هولدر، والبيبان جلد مو مثل الستاندرد يجي قماش. فيها كاب هولدر هنا بعد، مكان ينحط فيه الكاس، وفيه درج، وهذه فتحة البانوراما. الفول اوبشن يجي فيها كاميرا خلفية، وهذه الشنطة حقتها، يعني تعتبر وسيعة، مو باين ان شاء الله، بس انها كبيرة مرة. وهذا اللي يفتح لك الكراسي الخلفية، عشان اللي بيحط اغراض كبيرة ولا شيء جوا يقدر يحملها. النوع هذا تجي لمباته غير كذا رياضية، بما انها فول اوبشن وتيربو،
الجنوط حقتها هذه كبيرة، حجمها 245 45 R18، جنط 18، معطيه شكل ان الجنط كبير. ميزة الماليبو هذه انها عملية جدا، يعني ما تصرف لا صيانة ولا بنزين، خاصة النوع الجديد هذا مصغرين مكينته، صيانته كل 10,000. سعر السيارة هذه فول اوبشن 128,467.5. هذه شفر ماليبو 2019. اللي عنده أي أسئلة أو استفسارات يكتب لي في الكومنتات تحت. Thank you very much.